خلينا نتكلم كده عن صلاح وعن كواليس ترشيح رامي عباس لصلاح في ساعة مشاكله مع تشيلسي. قول لنا بقى انت ازاي رشحت رامي عباس لصلاح؟ هو رامي اشتغل معايا وانا بروفيشنال كلاعب، اشتغل معايا بتاع 7-8 سنين لحد ما جيت هنا مصر، ما اشتغلناش مع بعض الفترة دي، وكنا دايما في الكونتاكت يعني كده. طبعا في البرتغال وفي قبرص لما كنت موجود، وفي السيتي كان موجود معايا رامي، اشتغلنا 10 سنين تقريبا مع بعض. وبعد كده طبعا يعني موضوع صلاح ان انا قبل ما يحترف حتى كان يعني اعتبر انا اول واحد كلمته وقلت له عايز تحترف، وساعتها برضه محمد في البدايه وكلمت الناس اللي هي وديته بازل وبداوا، ولما راح بازل كنت دايما في ظهره ومسنده بناس معينه كانت موجوده معاه، لغايه ما وصلت ان هو طبعا لقيت ان هو عنده مشاكل مع الناس اللي وقع معاه هنا في العقود، وكان في مشاكل فعلا. فطبعا هو طلب مني ان انا ارشح له حد واكمل معاه المشوار يعني اشوف. وطبعا رامي كان اول واحد انا رشحته، لان رامي اشتغل في اوروبا كتير مع لعيبه قبل كده قبل ما اشتغل مع محمد. يعني حتى الامور كانت فاني شويه، انا لسه كنت قريب مع رامي وكنا بنتكلم، فاكر لما حصل كذا وكذا، لان محمد كان لسه ما تعرفش او محمد كانش راح، وقال لي هفكر كمان اشوف اشتغل مع محمد ولا لا، وبيضحك يعني وكده. فقلت له انا اديتك جيفت هديه كبيره. فطبعا العلاقه موجوده مع رامي لغايه دلوقتي، وكنا لسه قريب مع بعض، ويمكن محمد يعني على فترات ممكن انا بكلمه، بس دي كانت من فتره كبيره ما اتكلمتش معاه. انا عارف ان طبعا لعيب الكوره لما بيوصل برده للمرحله دي من النجوميه و بيبقى عليه ستريس كتير وضغوطات كتير، فما كانش فيه تواصل ما بيننا كتير، بس ما بيني وبين رامي طبعا التواصل اكتر. فانا بالنسبه لي بساعد اي حد، انا طبعا فرق بيني وبينه 10 سنين، واذا كان يعني يعتبر زي اخويا الصغير، وانا بلعب كنت في بلجيكا، ولما كلمته وبدانا موضوع الاحتراف اديته بقى من خبرتك. طبعا قعدنا كتير مع بعض، وكنت دايما بكلمه لما كان في بازل في الاول، وحتى لما كان في اختيارات من ان احنا نروح هنا ونيجي من هنا، كنت شايف الصوره طبعا. لاني انا عايز اساعد اي حد، لان انا يعني انا الخبرات اللي خدتها دي هساعد بيها مين؟ عديت كمان يعني هساعد بيها مين؟ لان لعبت في انجلترا قبل محمد، رحت تونس ان شاء الله باذن الله. يعني لعبت في السيتي، وكنت في اليونايتد عندي 18 سنه، كانوا هم لسه صغيرين، فانا شفت ان انا ممكن النهارده اروح الدوري الانجليزي وهوقع وكل حاجه، ومدرب مقتنع بس ما بيلعبنيش. فاتمنى ان اكون وانا صغير اروح العب في مكان اخد الفرصه عشان الناس تبقى تشوفني، مش مجرد بس ان انا مش بالظبط كده مش فانا ده اللي كنا بنحاول ان احنا زي النهارده، حتى وهو لاعب كبير النهارده والعالم كله بيتكلم عليه، القرار اللي هياخده اللي جاي هل هو صح هل هو غلط، هل بتحصل ان الواحد بيفكر طب هل هيروح يوفق هناك؟ معرفش، ممكن يروح حته ثانيه، ممكن ما يوفقش. يعني شفنا امثله كتير. انا النهارده كنت بلعب في الاهلي، رحت الزمالك كسرت الدنيا، لعبت قبل كده في السيتي ما خدتش فرصه وما لعبتش، مع ان الراجل الموقع لي هو اللي ما لعبنيش. فالكوره بيحصل فيها حاجات كتير. النهارده هل هاخد قرار امشي من انجلترا واروح ايطاليا واروح اسبانيا واروح اي حته، هل ممكن انجح؟ الله اعلم. في رايك يعني هل هازارد من اللعيبه المميزين جدا كان في تشيلسي، وبعد كده راح ريال مدريد، اصابات، ما فيش لعب، مستوى قل، الناس بدات تنسى، مع انه رايح من تشيلسي ريال مدريد انديه كبيره. النهارده صلاح لو مشيت من ليفربول ماشيه الامور معايا ماشيه كويس ومستوى كويس، وعندي الميكانيزم ماشيه كويس مع الفرقه والتهديف وفي الصوره، طيب الامور هنا راجعه لايه؟ هل انا حابب اكمل شخصيا، حابب النادي ان انا العب حتى من غير ما اكلم في امور ماليه، ولا حابب اروح اخد تجربه جديده عشان يبقى عندي تحدي جديد وتشالنج، هل هنجح فيه ولا مش هنجح، هل هوفق فيه ولا مش، كل الامور دي في علم الغيب، ما حدش يعرفها، ما حدش يقدر يتكهن بيها، فالقرارات صعبه.